المنتجات هي الشات بوت او التواصل النصي الذكي. هذا بيسمح للمستخدمين انه يتواصلوا عن طريق فيسبوك ماسنجر مثلا او واتساب بطريقه من غير ما يلزم اي حدا يتعامل معهم بطريقه اوتوماتيكيه. الشركات عم تتطور بحذر خلينا نقول، لانه بسمعوا عن بعض القصص اللي بتصير مع الشات بوت بتعلم كلمات بذيئه، هاي شغلات احنا ما بنحاول نتجنبها، فالشركات عم بتجربها هلا.